والله ما يعلى بالي ان اليوم اول يوم دراسه. الظاهر في اشياء وايد ما تعلى بالك يا وليدي. باركت حق ولد عمك؟ ليش هو هني؟ ايه راح شغله. وين اشتغل؟ اشياء وايد ما تدري عنها يا يابر. ما تدري ان راشد سكن عندنا هني. ما تدري ان عايشه راحت الجامعه. ولا تدري ان جاسم ياته بنت ولا انه يشتغل. وحتى الحين وانت تسال شنك تسال من غير نفس. معذريني ما يخالف، انا عندي امور وايد متلخبطه وعفسه وقاعد ادور على شغل، حتى سياره ما عندي، وبيني وبينك انا ما بيكون ثقيل على احد. سياره عمك الله يرحمه ما حد يستعملها، اخذها ودبر امورك فيها وخلها عندك. لا ما يحتاج، انا راح ادبر اموري كلها. اقولك ما حد يستخدمها، عايشه تستخدم سياره سدره، وجاسم يروح بسياره الشغل، وراشد يستخدم الباص. اخذها وخلها عندك يا يما، اخذها. اخذ يما، هذا كرت حسابي في البنك، رقم السري سهل، رقم تليفون غرفتي القديمة. اخذ، انت ما تاخذ من احد غريب، تاخذ من امك. اخذ يا يما، اخذ. والله ما قصر خلفان، سدرة بتفرح بهالباقة الحلوة. خلفان هني؟ لا، هذه خدمة يسمونها خدمة التوصيل العالمية، الواحد يا ما يعيش ويشوف. مبروك ما جاكم يا ام سدرة. الله يبارك في حياتك، مشكور. شرع البيبان وقعد تريقين برا، ايش عندك؟ عشان المفاجأة الحلوة. تعالي خلص بلو شاي. فلوسك. غسلي ايدك اول. وليش اغسل ايدي؟ مو يقولون لي فلوس وسخ دنيا؟ خل عدهم اول وبعدين اغسل ايدي. المبلغ كامل يا حظي. شلون يعني كامل؟ انت مو قلتي بتزيدينه؟ هذا يسمونه ربا. حبيبتي احنا خوات، ومن بين الخوات ما في شيء اسمه ربا. ضحكتها فيها صفاء الروح. انت قلت لي انك ما تكلمها. كأنك اللي تغارين. اقول لك ترى ما يستوي، انت الحين ام وانا اب، مو بزوجة وزوج. الغيرة اللي تعنيها ما قد حسيت بها، كنت أغار على مصالحي مو عليك كشخص. صدقين ساعات أحس بالندم أني قلت لك خلينا نفتح موضوع الصراحة هاي. أحسش تضايجين تنزعجين الكتمان بعد يزعج أكثر. الله عليك واضحة، صرتي تفاجئيني. والله كنت أتحرش تافهة. وأنا كنت أتحرك غبي. شو؟ إيه كنت أتحرك غبي. أو إنه ولازم تقولينها مرة ثانية؟ وليش تحريني غبي؟ عشان كنت أعطيك بيزات من غير ما أسألك؟ بدون ما تعترض أو تحتاج تفرق. أو إنه خرب بيت أم الصراحة. المهم خذيت الموافقة من الراس العود؟ طبعاً، المصالح فوق كل الاعتبارات. متى السفر؟ لازم أسلم على أمك وعمي قبل أسافر. كأنك اللي تجامليني. في أمك إيه، بس عمي لا أحبه. زين، وأنا أحترم صراحتك. ولا تنسى تعزمني على العرس، ودي أثبت حق صديقاتي اللي هناك أن إحنا حضاريين ومو معقدين. وإذا عيبتني العروس راح أتصور معاها ووريها حق صديقاتي. وباش ترقصيني ولا بعد بالعرس؟ Thank you.
هلا 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 بشيخة الحريم. هلا والله. صدقين صدقين وجهك خير علي. خلاص لقيت شر رايح اقلب. ليش؟ احنا مو اتفقنا ان انا بتصرف؟ انت هذا خليفة ما تعرفينه. خليفة ذيب، ذيب يعرف السوق زين، وعرف هو امير السوق. صدقين من دقيت عليه نص ساعه ما طول عشان يرد دق علي ويقول لي حصلت لك الشراي والتسجيل باكر الصبح. هذا ملف الارض؟ ايه هذا ملف الارض وصك المجمع بورقه واحده. ما شاء الله 7000 متر، ما توقعت هالكبر. ايه الوالد كانت هوايته جمع اراضي الله يرحمه، ما بقى من ريحته الا هالارض هذه. تدرين خذ ربعها وبنى عليها مجمع. ما شاء الله ما شاء الله الوالد كان عنده اراضي وايد. لا تقولي ليش ما صرت نفسه، ترى زعل منك. ها وش الراي اللي جاب لك اياه هذا؟ كم راح يشتري؟ مبلغ فاجئك، اسعار ارتفعت ولعت نار. انا خبر خير ما ادري ايش السالفه. كم يا حمد؟ 7,400,000. صدقيني أنا نفسك كذي ما صدقت وفكرت أعطيك 1,000,000 وأعطي 400,000 حق خليفة. واللي يعطيك 15,000,000 تحللني في أي شيء يزيد؟ مثل ما قلت لك حبيبي، أسعار العقارات وايد مرتفع، والقدم في هالمنطقة يساوي 50. أنت مستانس ب7,000,000، ما رح يصفالك منهم إلا 6. أنا بعطيك 15,000,000، يعني بتمارس كل هواياتك حتى السفر. بتقدر تسافر 10 سنين قدام أو أكثر. ليش أنت اشتغلت؟ تقريباً. أنت إن شاء الله بعدك تشتغلين. أنا أشتغل؟ يا جواهر أنت زوجة الطبيب، يعني لازم يكون عندك وظيفة، يكون عندك مكانة. الرجل يا جواهر يحب المرأة المستقلة في رأيها والمستقلة ماديا. يعني أنا لما تصير عندي وظيفة إن شاء الله مستقبلا أو عيادة، أنت شو راح تسوين؟ بنطرك طول عمري وأنا أنطرك. جابر لا تخليني بروحي، الله يخليك خذني معك. هذا أنت قلتي بنفسك، لا تخليني بروحي، يعني إذا خليتك راح تملين وتزهقين، وأنا دائما تجيني سفرات ويمكن ما أقدر أخذك معي. فاللي أنا أبي منك يا حبيبتي إنك تسمعين كلامي وتطيعيني. أنا ما أعزك، أنا أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها. والله ما أدري شو أقول لك. زين أي شغلة بيقبلني وأنا ماخذة ثانوية من أيام الغوص؟ كل شيء بالواسطة يصير. واحد من ربعي لاقالنا كم وظيفة، يعني مثلاً أرشيف، عميلة مخزن. طبعاً هذول الوظائف ما تتطلب لا خبرة ولا شهادة حديثة، يعني عادي منها عادي هني، يعني تعتمدين على نفسك وبنفس الوقت تكسبين يعني زميلات يدد. إنزين من بيوديني؟ من يجيبني؟ كم المعاش؟ لا تحاتين، لما توقعين العقد راح تعرفين كل التفاصيل. طبعاً الشركة أكيد راح توفر السيارة خلال هذه الفترة، وبنفس الوقت أنا راح أعطيك مصروف لما أسافر. إنزين وش كثر بتغيب؟ يعني تقريبا 2-3 شهور بس. عاد ها تستغلين، عاد ابي زوجتي ما تروح مني ولا منك، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. تقولي لي بيت رفيجاتي وبيت خالتي وبيت ما ادري منو. اوعدك. يا حي منور البيت والبلاد وحياتي بعد. خل عنك يا الكذوب، انت تتصل بي ورد اتصل بك تليفونك مشغول. ما بغت اثنينه في شهر العسل. من صدقك انت؟ عن الجنبز عاده. قم 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 شوف ابوك. صار رقد بس الحمد لله الحمد لله صحته ردت مثل اول. وانت شو سالفتك؟ وجهك متورد. الله اكبر عليك، خلفان
سم بسم الله شو ها، قل عود برب الفلق. المهم قل لي شو رسيت عليه؟ شو رسيت عليه؟ شو تقصدين بالضبط؟ أنا شغل الغاز ما أحبه. أبوي عليك أنا الغاز ها؟ أنت عارف بالضبط عن شو أتكلم. ما شيء جديد أمي، نرمص بعض بالتليفون مرة باليوم وساعات مرتين. أنا أسألك عن وضحها. هي سافرة أمس موسطني أسلم عليك. الله يسلمها، إذا بتمشي تلاوعني كل سؤال ترى بهدك وبصير غرفتي وريح أبرك لي. لا دخيلك، خلت شعسة متولع عليك بالقو. شو تبين تعرفين بالضبط؟ أنا ما بتدخل في حياتك يا مايا، بس إذا عندك خبر حلو فرحني. ما شيء خبر ولا أخبار، لكني الحمد لله صرت متحمس لكل يوم جديد ومستانس وشغلي عال العال. يا ربي إذا مو بهذا هو الحب عيل شو الحب؟ وما أنا خبرتك أول وبرد أعيد نفس الرمسة، ما بتحرر من زواج تقليدي عشان أتزوج مرة ثانية بنفس الطريقة. ودي هذا الزواج ياخذ راحته مو بعلى استعجال. بعدين أنا ما بنكر أنها هي السبب الإحساسي الجديد، بس كل من بيننا كان مكالمات، ما جلسنا مع بعض ويه بوي ولا رمسنا بعض ويه بوي. يعني إذا تزوجت ما بتزعل؟ منو اللي بيتزوج؟ في حد خطبها؟ أم عيسى خبرتك شيء؟ اللي أنا عارفة أن ولد عمها اللي كان يباها هكو عندهم في البيت، واللي قريب من العين ترى قريب من القلب. مبروك. خلص ما بيشوف بعد لمسة منها على اسمي، ما أدري شو تسوون. هذه دبلة؟ أي دبلة. أو روحي نشري الخبر. أنتي من خطبتي؟ وأنتي الصادقة تزوجت. ويلا أخذي أخوك وذي الفوق، عندي شغل. يلا. الحمد لله الحين ردت لي الروح. اوف هونيتني الغمته. ليش المبلغ اللي غثتيه ما عجبك؟ اول شيء اسمها عموله وانا خذيته بجهدي واستحقاق لي، بعدين انا اللي جايبه الزبون. انا مغموته من المبلغ اللي حطيناه في حساب ريلك، شنا اعطيناه رهن العماره. البيت عندي اهم، شو اسوي بالعماره؟ على الأقل تقعدين مرتاحة، أجراتك توصلك وأنتي مرتاحة، تقولين أمنتي مستقبلك. الباقي يدور علي أنا، أأمن مستقبلي وما طلبت شيء وايد، كلها شقة باسمي. تبين أكتب لك شقة باسمك؟ ليش؟ شيخة، شنا تغير الكلام؟ هذا هو اتفاقنا. العمارة مرهونة وما أظن أقدر أفك الرهن. مو مشكلتي. اخذي من حمد او اخذي من امك، سمعت انها توها وارثه قصرش كبره وبايعته بمبلغ خيالي. او اخذي من عووش اختك، عندها بدال البيت بيوت. شفتي شلون انا اعطيك افكار جهنميه؟ لا والله تبيني اخذ من اهلي واعطيك انتي؟ ليش؟ لان افكاري تنشر بملايين، ولو مو افكاري كان انتي راح عليك البيت. أفكارك وأخذتي ثمنها وبس لهني وبس، ما بيشوف رقعة وجهك. أنتي إنسانة منافقة ومصلحتية، وأنا ما أحب أرافق لا المنافقين ولا المصلحتية. على فكرة عطرك الجديد حلو. أخلص دراستي قبل أفكر في أي شيء. توعديني ما تكونين غيري؟ تبيني أوعدك مثل ما وعدتني؟ يا عايشة غلطة دفعت ثمنها، لا تحاسبيني على أيام طافت. عايشة أنا أحبك، ما لها داعي المستحى، طالعيني
عايشة أنا أحبك، ودي إنك تصدقيني. يعني زين، أبيك تقولي لها مرة واحدة، قولي لي جابر أحبك، والله ودي أسمعها منك. جابر قوليها. في مرة جيت وسألتني عن أشياء تخصني أنا، كل أسئلتك تحبيني اشتقتي لي تفكرين فيني، ما جيت عمرك وسألتني أنتي شنو تحبين وشنو ما تحبين، شنو الطموح اللي تفكرين فيه، وين تدرسين وين ما بتدرسين، ليش؟ عايشة أنا أعرف كل شيء عنك، عايشة أنت كبرتي قدام عيني وكبر حبك بقلبي. شنو لوني المفضل؟ كل الألوان. شنو الكتب اللي أحبها؟ الكتب الرومانسية. شنو الأكلة اللي ما أقدر أقاومها؟ عايشة وبعدين قاعد تختبرين أنتي؟ كله غلط. لوني المفضل بنفسجي، والكتب اللي أحبها تاريخ وأغلبها سياسة، والأكلة اللي أحبها. خلاص خلاص أنا فهمت، ظهر أن أنا مالي مكان بقلبك. أنت تشتكي لما نسكت، وليت تكلمت وايد تضايق. ها تبيني أقول لك كلام معين عشان ترتاح؟ لحقوني لحقوني بسرعة. خالتي شبيت خالتي خالتي خالتي. جاسم خذ حماتك وارجع البيت، مرتك بروحها. يا جماعة ترى انتم ما راح تساعدونها كذي، والله قاعد ضايقونها، توكلوا على الله خلاص. تسكر في ناس تطلع منها وفي ناس لا، بس اكيد هملت في علاجها او احد زعلها. شو السالفه؟ كل يوم منكم واحد طالعني، يعني الحين كلش ذبحكم الشوق؟ ولا ليش دريتوا عندك كم فلس؟ يما انتي صدق كان عندك بيت وبعتيه؟ اي عندي وبعته، وما انتوا شايفين فلس حمر. يما ليش تكرهينها هالكثر؟ يا سلام اكرهكم؟ يعني المحبه بالعطايا، يا اعطيكم يا انا اكرهكم. هذا انتي ما شفنا منك فلس حمر، لا منك ولا من اختك. يما انا احبك واحس في نفسي اني اولد، ولا سالتي عني ولا مريتيني حتى، ولما جواهر قالت لي عورني قلبي. حبتك العافيه، هذا انتي دليتي مكان شغلي، كل ما ولهتي مري. وانتي وناويه تمرين الحين؟ تبين امر؟ شا تذكر منكم؟ ترجيتك عشان اقعد عندك، ما رضيتي، ولا جواهرات كلبه اللي طردتني من الدار، ولا عيوز النار حسبي الله عليها اللي ما قصرت معاي. شو تذكر منكم عشان اتشفق على شوفتكم ولا امركم؟ بس الام تغفر وتسامح. ايه انا ام غير، ارتحتي؟ يما انا محتاجة لك. هذا انتي سمعتي اخباري مثل ما انا سمعت اخبارك، واذا ناطره مني شيء انسي، اذا عندي شيء بخليه حق نفسي.
وين بنصير؟ بنصير المطار. أم عيسى؟ بيبوبة تسكر. متى؟ البارح. ما حبيت أخبرك قبل ما أحجز. تحسفت إني رحت لها. في قلبها حقد وغل على البيت كله. ندمت إني رحت. طبعاً. سامي الحين صار أقرب لها منا. صدقيني بينفضها لفاضل. وعقبتي تدور خليها حق أم. أعطيني عنوان عوش. ليش؟ أختي بزورها. أختي بزورها؟ إيش تبين منها؟ هي يعني شنو عندها عشان أبي منها؟ توج تقولي رايحة لأمي أبي أتسلف منها، يعني أكيد تبين شيء منها. جواهره أعطيني العنوان وخلاص، ولدي هادته بروحه. ما عارفة. قاعد اتصلت، خلي العنوان حقك. هلا عوش، أبيش ضروري. إيش فيش تبكين؟ منو مات؟ ماتت؟ دام منها ما ماتت، إيش حق تبكين عايشة؟ زين أي مستشفى؟ خالو، الدريو اللي ترياكم برا، هو بيوصلكم البيت. لا بنتك بتتحمل ولا بنتها. الو محمد، تعال قدام الريسبشن. يلا ماشي. ايوه بيكون عندكم. عندكم. خطاك السويه الغاليه. ام عيسى اطلعي عيونك، خليني اكحل عيوني بشوفتك. يا كحل العين يلي بعدك ما في كحل ولا زينه. ادري انك تسمعيني، لو اني غاليه عندك افتحي عينك وردي علي وقومي. قومي واللي خليك. قومي يا الغالية. قومي يا حبيبتي. سيري ارتاحي، لدري واللي ترياك برا. حشا يا خلفان، ما روم اصير. شقد تبغيني ارتاح ومعيسه في دنيا ثانيه؟ ما يهنيني، خلني هني احسن. مرحبا، مين فيكم عايشه؟ انا. في حد عم يسألك برا؟ ما تبون تشوفون أمي؟ أبي تشوف موضوع مهم. أصرت تي ماي. حلوة هذه أصرت. إيه أصرت. قلت بطالع ومرة واحدة بسوي تحليل حمل. الظاهر إني حامل. بس ما قلت حق جابر الحين، أبي أتأكد أول. أكيد بيطير من الفرح. وأنت جاية تبلغيني علشان هالخبر. وي حبيبتي ولا همتني. لا بلغش ولا تبلغيني. انا قلت لك ليش جايه تشيك على الحمال، وقلت بدل خسائر التكاسي وكذي. ايوه يا اختي عايشه، ممكن اتكلم معك في موضوع مهم. اهم من انك تطلين على يدتك وطلع عليها ليش، وهي ما تنزلت حتى انها تطلع علي يوم ولدت، ولا حتى ترفع سماعه التلفون وتبارك لي. انا وجاسم كنا واقفين عندك طول الليل برا، بعدين هي مسكينة ما قصرت معاك.
الحين هذا وقت قيل وقال؟ قولي ايش تبين منها وخلصينا. كنتم موجودين؟ انت مو تقولين تاركه ولدك بروحه بالحضانه؟ قولي ايش تبين؟ طبعا ما قالت لك ان يدتك اللي مستكثره عليها طله هي اللي دفعت كل تكاليف ولادتك، حتى دفعت حق السويت اللي انت قعدتي فيه وكل عمليات البيبي، كل هذا من تعبها. كالعاده كذبت عليك. كذابه، البطاقه وقفت وانا دفعت الباقي. كم دفعت يا جوهر؟ دفعت وخلاص، انا ما ابي اتمنى. خليتيني ابيع مجوهراتي، ابيع مجوهراتي برخيص وانتي ما دفعتي شيء. انتي نذله وبتمين طول عمرك نذله واستغلاليه بعد. وانت ايش لايايه؟ ليكون يايا حبا فيها. انتي مو يايا تبين تاخذين البيت وتبيعينه على ابو سلف؟ وانتي قلتي هذا البيت حقنا كلنا، مو من حق العيوس تقعد تتحكم فينا وتفضل حد على حد، مو هذا كلامك؟ وتبين تبيعينه وتشفطين الاول والتالي لك؟ سلف، وأنا أرد السلف. وإذا كنت قلت الكلام اللي قلته فمن ورا قلبي، وسكتي عني يا جواهر تخليني لساني ينفلت وأسمعك كلام ما يعجبك. وأنا بعد على فكرة عندي كلام لا يعجبك ولا يعجبها. أنتي ما في أندل منك، أنا مدارج عايشة في البيت بروحي شهور وشهور، ما عرفت تسألين عني؟ ما عرفت تقولي شكلت شربت فيها ما فيها؟ انتي فضلتي رفيجتك على قولتش رفيجة عمرك علي انا، رفيجتك اللي رافجت ريلك. اسأل واطي ليش؟ شان تحشين فيني مثل ما تحشين فيها؟ اذا رفيجتي باقت ريلي فتم رفيجة غريبة، الدور والباقي على الأخت اللي خططت وكذبت ولفت على رأي أختها لين طلقتها منها. قولي لها على المسجات اللي كنتي طرشينها يوم كنا في أبو ظبي من تليفونها. قولي لها مسجات اللي كنتي طرشينها حق جابر، مسجات تقول إن هي عايفتها وإن حضرتك شارية. وإنتي قولي لها من اللي اتصل في زوجة خلفان وقالها لحقي ترى ريلك بتزوج اختي، استكثرت عليها العز والخير. كذب، انت كذابة. شنو تبني تطلعيني نذلة مثلك؟ اخوات نبدمج. متى بتغيرين هالعادة ها؟ قولي لي شنو استفدتي لما قلتي لي ان امي طلعت من غرفتها؟ وانا لا اطرد امي ولا اطرد ابوي، اللي لازم ينطرد من هني هو اللي يمشي ويفتن. وبدال ما تقربين بين وجهات النظر فرقتي بيني. برافو حبيبتي، اصفق لك شوفك الحين بالجنطة على وجهك. امسوي روحك تعرفين وتقرين انجليزي. تبين اقول لك اخر دكتور شخصها شنو قال؟ قال ان فيها حاله نفسيه، فهمت يمه ولا اوضح لك اكثر؟ ليش ما تروحي للي تحت وتقولي له
انك شلتيه من راسك عشان ما يحس بالذنب وينتبه الاشياء اهم. يعني معقول يسافر جابر من غير ما يودعك؟ سكينة. أنا كان ممكن أعيشكم حياة أحسن منها، كان ممكن أبدل حياتكم كلها في هالبيت اللي حتى ما أنا ملكة، كان ممكن أعيشكم في بيت أحسن منه، في قصر، قصر ملكي، كله منك، كله من جدي، كان ممكن يسافرون مع عيالي، فرست كلاس، أنتِ ضيعتي حياة كاملة، ضيعتي علي حياة كاملة! اللي بديتي، انت اللي خربتي حياتي. حتى جابر تغير علي وما يبي يسمعني من عقب اللي سمعه. وين تبين اروح؟ وين؟ امك؟ اروح حق امك؟ امك ما تبينا خلاص، فضلت واحد غريب عنا. قولي لي وين اروح؟ انا اروح فين؟ اروح في اي مكان؟ انا ايش اقول فيك؟ ايش عم تسكري في الشارع حتى؟ جابر تغير، اكيد بيطلقني.
شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.